حياكم الله دكتور، يعطيك العافية على المقدمة ويعطيهم العافية الإخوان السابقين، ونشكركم على هالاستضافة وتحت الفرصة، ونشكر القائمين على هالمؤتمر. للأمانة مؤتمر مميز، ونتمنى أن على قولتهم تكثرون منه ويستفيد أكثر عدد من الباحثين في هالمجال هذا. طبعا أنا اخترت المادة هذه لأن يعني الكل يتساءل بالفترة اللي طافت شنو دور مجلس الأمة، يعني خلال السنة ونص اللي طافت، هل مجلس الأمة باللجان المالية أو بلجان عموما هل قام في دوره ولا ما قام دوره؟ طبعا دور اللجان ما في شك أن الدساتير الكويتية أو الدساتير العالمية بالأنظمة الديمقراطية تعطي أهمية للجان. ليش؟ لأنها يعني إن صح التعبير هي يعني حلقة الوصل ما بين كتلة البرلمان عموما وما بين السلطة التنفيذية من جهة ثانية، واللي راح تفاعل مع الجمهور ومع يعني مقترحات اللي قريبه ان صح التعبير من الشعب. طبعا في البدايه ودي اتكلم عن اللجان الماليه. طبعا اللجان الماليه بالكويت هي لجنتين، لجنه الماليه الاقتصاديه ولجنه الميزانيات العامه. طبعا ما في شك او الكل يعلم بان الدستور الكويتي عطى اللجان مجلس الامه حقين فقط، حق رقابي وحق تشريعي، ولم يعطيه اكثر من ذلك. يعني ما هو موجود مثل النظام البريطاني او الفرنسي اللي يعطي حق حتى تعديل على ارقام الميزانيات، كل اللي فيه تعديل واقتراحات وفقط. طبعا بالنسبه للعنوان مثل ما تفضلنا، هو دور اللجان البرلمانيه في الحد من تداعيات الازمه الاقتصاديه. نتكلم عن ازمه اقتصاديه، وفي الحقيقة هناك أزمتين، في أزمة اقتصادية وفي أزمة مالية. الأزمة الاقتصادية هي اللي تشل البلد، يعني أنشطة الاقتصاد البلد مثل الحظر، مثل الإقفال اللي صار عندنا اللي ضر المشروعات الصغيرة المثال اللي عندنا بالكويت. وفي الأزمة المالية، الأزمة المالية اللي هي تقل فيها موارد الدولة، يعني مثل ما تفضل الإخوان قبلنا لما نزل سعر النفط إلى أقل من 20. طبعا الكويت تعتمد أكثر من 90% للأسف على سعر النفط، مال النفط، فتلقى عندك الإيرادات نزلت، ما في عندنا تنوع بالإيرادات. هذه بالنسبة للأزمة الاقتصادية. نتكلم بعدها عن علاقة اللجان البرلمانية بالسلطة التنفيذية وشنو دورها. للأمانة يعني الفترة اللي طافت كلجان برلمانية ما قامت بدورها الإيجابي إن صح التعبير، يعني حاولت بس أن تعطي الحكومة يعني السلطة التنفيذية، ما طبعا ما في طعن يعني بالأمور هذه، لكن أن ما حاولت أن تساعدها في اقتراحات معينة، ومثلا إبداء ملاحظات في صرف أماكن معينة، أو قلة يعني الإيقاف في بعض الهدر مثلا في الإنفاق. فهذه دائما إحنا قاعد نقول أن اللجان البرلمانية أو المالية بالذات تبصر البرلمان في اللي قاعد يصير في الدولة أو في الحالة المالية للدولة، أنها يعني ترى الحين الحكومة أو مثلا الدولة قاعد تصرف بالاتجاه الفلاني، البرلمان الحكومة قاعد تحط مثلا مشاريع معينة، هل هذا وقتها ولا مو هذا وقتها؟ مثل اللي صار عندنا بكوفيد 19، يعني شفناها ان بالفتره في البدايه صحيح انها ازمه والكل ما يدري كان يتنبأ شو اللي بيصير، والله اعلم بعد شنو راح يصير، لكن ما حطت يعني ما كثفت اللجنه الماليه، خلينا نتكلم عن المجلس السابق، يعني اجتماعاتها مع البرلمان مع الحكومه مع وزاره الماليه شنو عندكم، كان دائما مكتب المجلس او مثلا بعد مكتب المجلس يمكن مره. فهذا هو اللي يعني نوعا ما قلل من اهميه اللجان الماليه في المجلس الامه، ولا الاصل ان مجلس الامه هو الاقوى في مساله التشريع، وهذه طبعا فيها نقص كبير، في مساله الرقابه نوعا ما موجوده، لكن اتجهنا يعني اتجهت اللجان الماليه في الاونه الاخيره للاسف الى السلبيه بانها ما اضافت شيء لحل الازمات الاقتصاديه. يعني طبعا هذه احنا حطيناها بتوصيات البحث، يعني يعني ترجع لسببين رئيسيين والله اعلم، يعني يسمحون اعضاء مجلس الامه
هالكلام هذا، ان الاول عدم اختصاص يعني اغلبيه اعضاء هذه اللجان، ما هم مختصين. يعني لما نروح لجنه التشريعيه نشوف انهم رجال قانون، المفروض الصحيه فيهم مثلا المجال الطبي او الصحي او ما قال، لكن اللجان الماليه صارت كانها نوعا ما يعني وظروفنا بالكويت انها نوعا ما سياسيه، ما هم الناس المختصين بالاقتصاد. لنفرض مثلا ان ما يكون هناك اي مختص من الاعضاء من اعضاء مجلس الامه، يفترض انهم يستعينون، وهذا هو كان يعني التوصيه الثانيه بالبحث، يستعينون في ناس مختصين من جامعه الكويت، اكاديميين، ناس يعني شركات او هيئات عالميه كويتيه او عالميه في التنبؤات اللي بيصير يعني حولنا من الاقتصاد وحول العالم. يعني في كثير من البرلمانات، كثير من الحكومات ايضا بس ما نحب نذكرها، غير حكوميه يعني حطت عندها كانها تنبؤات شركات شنو الوضع، شنو اللي راح يصير. وسوتها الكويت بوزاره الصحه لما حطت المراحل الخمس، بعضهم يعيدها وبعضهم طبعا ما شوف انه ما لها داعي، لا وان كنت نعيدها، لكن ما حطت الخبرات او استعانت بالناس اللي تعطيها الوضع الحالي واللي قد يعني يصير عندنا بالكويت او غيرها من العالم. ف يعني هذا باختصار انا بحثي الامانه كدور اللجان، اللجان الماليه هم الاساس وهم الاقوى. يكفي انها ما تقر ولا يفضل انعقاد كما معلوم الا باقرار الميزانيه. الميزانيه تطلع من لجنه الحساب الختامي، ولجنه مهمه جدا وتعطي ارقام وتناقش جميع الجهات وتستدعيهم فقط. لكن في الازمات ما شفنا انها تعدت هذه المرحله الى مرحله يعني المعاونه او المساعده للحكومه او السلطه التنفيذيه فيما تسمع او تنبأ فيه في بعض الازمات. احنا خير شاهد يعني ما شفنا في الفتره اللي طافت، يعني يفترض ان نرتقي شوي عن الامور السياسيه ونتكلم على جهاز تشريعي مجلس الامه. يفترض اننا يعني يكون في معاونه مساعده للمجلس، للمجلس طبعا السلطه التنفيذيه مجلس الوزراء في حل الازمات في حل المشاكل. وهذا الدستور نوعا ما اعطاها ذاك الاهميه، ما اعطاها ذاك يعني الاهتمام، اعطاها فقط التشريع والرقابه. ولكن يقدر مثلا كرئيس لجنه او لجان انه يستدعون الحكومه ويعني يحاولون يعاونونها في بعض الاقتراحات وبعض التفاصيل اللي يعني في الميزانيه العامه. اشكركم على هذا صراحه الاستضافه، وانا كل اللي عندي بس توصيات البحث للامرين ان اللجان الماليه في مجلس الامه تكون مختصين. هذه طبعا لازم انها تكون يعني نوع اخلاق يعني من المجلس نفسه ومن الاعضاء نفسهم، انه ما يترشح لهذه اللجان الا يعني الا ناس مختصين. ما هو صحيح ان عضو يرشح نفسه في 4-5 لجان، وين بلحق بصراحه على هذه الامور. الشغله الثانيه ان مجلس الامه بلجانه الماليه والميزانيات في تصوري، وهذا انا سمعته من اكثر من يعني من اختصاصيين في زملائنا بكليه العلوم الاداريه، ان يجب على هاللجان ان تستعين في مختصين محايدين يبدون رايهم ويساعدونهم في تشكيل رؤيه تصور سواء للميزانيه القادمه لثلاث ميزانيات قادمه. وهذا احنا اللي ننشده، تعاون ما بين المجلس وبين الحكومه، وبالتالي البلد اللي راح تستفيد، احنا اللي راح نستفيد اذا كان في تعاون بينهم، نخفف الاحتقان السياسي ونزيد من التعاون التشريعي اللي يعطي مدى لنا سنوات قدام. واشكرك دكتور واشكر الاخوان، واسمحوا لنا على التقصير وعلى الاطاله، ونعتذر لكم عن امس.